كام؟ والله العظيم ثلاثة بقولها من خلالكم ومن خلال جريدة فيتو. لو في ناس هتهتم بيا في مجال الإنشاد تاني بشكل ونطاق واسع، أنا مش هغني تاني. صلوا علي ما أجمله، صلوا علي ما أجمله، لما اتولد الشمس طالت من عينيه، صلى علي الكون أكمله. كان صلوا ليا علي اصحاب، مش اصحاب، كان ليا احباب مش احباب، حتى الوفا غاب، حتى الوفا غاب، ما الدنيا المصالح. والله دخلت عالم الإنشاد الديني من حوالي 7 سنين 8 سنين وعادي أكتر من شخص كان بيقول لي صوتك حلو، صوتك مش عارف إيه، فاتجهت بقى للمجال، حبيت إن أنا أتعمق أشوف إيه الإنشاد الديني دوت. كنت في الصعيد بقى، ووالدي كان في إمام مسجد ومش عارف إيه، وساعدني كتير وكده لحد ما وصلت إن أنا بقيت منشد ديني وعضو بنقابة الإنشاد. دخلت حاجة اسمها مدرسة الإنشاد الديني بتاعت فضيلة الشيخ محمود ياسين التوامي يعني، واتجهت ليها. ولو إن كنت عضو نقابة وكنت من المتميزين يعني معاه في المدرسة يعني، بس يعني ومن هنا بقى بقيت منشد ديني يعني. بحب اسمع المشايخ كلها، وبحب ان انا ما بقاش يعني مقلد يعني، ان انا اقلد يعني، قصدي لازم يبقى ليك شكل وصوره علشان الناس تفضل تميزك، تقدر تعرف ان في حد اسمه لؤي الدين مرداش. فمن زمان جدا وانا بسمع المشايخ كلها، لكن مش بقلد حد. الحمد لله عملت اناشيد دينيه كتير جدا، وحاجه اسمها لما اتولد بمناسبه مولد النبي، وعملت كل الايام رمضان في لرمضان، وعملت حاجه اسمها شهر الصيام، وعملت حاجه سيدنا النبي تاني حبا في نور المصطفى. عملت كتير، وعملت تراك لوالدتي الله يرحمها اسمه حشتيني، الحمد لله كانت شاف بطريقه كبيره جدا. في مجال الغنى لاني ما لقيتش نفسي بشكل كويس في الانشاد، مع العلم ان انا عملت لقاءات كتير جدا، وزي ما قلت لحضرتك انا عملت اناشيد دينيه كتير، وانا بحب فعلا ان انا اصلي على سيدنا النبي وامدح في الله عز وجل وامجد في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت عالم الغناء ليس حبا في الغناء، ولكن للكسب وللمعيشه الحياتيه ديت. وكان في ناس كتير معترضه ان انا عملت كده، من منشدين واهلي وحتى والدي يعني. والله العظيم ثلاثه بقولها من خلالكم ومن خلال جريدة فيتو. لو في ناس هتهتم بيا في مجال الإنشاد تاني بشكل ونطاق واسع، أنا مش هغني تاني، لأن أنا مش بحب الغنى. لكن أنا فعلا غنيت وفي غنى، وغنيت مع أكبر مطربين شعبي وأكبر مطربين مهرجانات وحاجات كتير كده. من بعد ما غنيت للأسف الشديد، وديني أنا بقولها، بقى في باب رزق ليا كتير، وفي مكاسب كويسه ليا، وحياتي اتبدلت عن ال7 سنين اللي كنت بنشد فيهم. اي نعم كنت بعمل حفلات وحلقات انشاد ديني وعملت حاجات كتير، لكن ما كانش في عائد مادي. الناس ما بتحبش الا سوري في اللفظ الهلس زي ما احنا بنقول كده بالبلدي يعني، ما بيحبوش الفن الراقي ده. انا اول واحد كنت لما باجي اطلع في اي لقاء اقعد اقول اتمنى الانشاد الديني يتغلب على كل غناء ساذج، فانا بقيت بغني. فمعنى ان انا اختلف 360 درجه كده، وان انا اتحول من منشد لمطرب، فده فعلا غصب عني، مش حبا في الغنى والله. لكن انا هفضل اغني، وهفضل اغني احاول ان انا اقدم رساله في الغنى زي ما كنت بقول. الناس ديت كاخلاق وكاشخاص انا اتعاملت معاهم يعني، على سبيل المثال بيه كده قلب ابيض جدا، اما في الفن مستحيل يكون مطرب يعني، مش هقعد انا اطبل يعني، ده كل الناس عارفه انا راجل منشد ديني، فمستحيل كنت هسمح حمو بيك الا الايام اللي فاتت دي بقيت اهتم بشويه بالغنى وكده. لكن حمو بيك على المستوى الشخصي انا قابلته تقريبا مره واحده، وشخص لذيذ جدا ومحترم يعني. شاب شاب الاسد فتلموا حواليه الذئاب، فاكرين عشان عجز خلاص فالعظم داب، بس الاسد فاجئ الجميع بضربه قاضيه عملوا انسحاب.
فيجو.